السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدير إخوة لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. مبروك عليكم هاد الشهر الكريم، الله يدخلوا عليكم الصحة والسلامة وباش ما تمنيتش. اليوم فيديو جديد، اليوم غنذكر لكم الملف ديال التأشيرة فيزا الأمريكا السياحة، الأوراق اللي كيطلبوا في الفيزا ديال أمريكا تورستي. إلا كنتي أول مرة كتشوفني، أنا اسمي شي خالد ومرحبا بك في قناتي خالد بيتش. ما تنساش تخلي لي شي ابوني ولايك، واي تساؤل عندك خلي لي في الانستغرام ديالي خالد بيتش. مرحبا بالجميع، بلا ما نطول عليكم ندوزو للشرح. اول حاجه خاص يكون عندك جواز سفر ساري المفعول من 6 شهور الفوق، زائد استماره دي اس 160 كيف شفتوا معايا في الفيديو السابق، تاكيد الموعد، تاكيد دفع الرسوم في اراميك، زائد الصوره الشخصيه تكون جديدة حديثة بمقاس 5x5. أما بالنسبة للعمال، شهادة العمل، ثلاثة كشوفات للراتب الأخير في دبي، ريزرفاسيو دوطيل، ريزرفاسيو ديال الطيارة دو أفيو، وأسيستاسيو دو كونش، والترويج البنكي لثلاث شهور الأخيرة، زائد تأمين السفر، أسيرونس دو فواياج. اما بالنسبه للناس اللي كيقراو، بالنسبه للطلاب، اول حاجه اخر نتائج دراسيه لك مثل الكشوفات التنقيطيه او الدبلومات اللي تحوزوا عليها، الدبلومات اللي عندك، زائد شهاده مدرسيه او بطاقه الطالب، زائد الكشوفات البنكيه للشخص الذي قام بالتكفل بك او الخاصه بك، اي دليل اخر يشبه يمشي لك يمشي لك المال الكافي للسفر. بالنسبه لهادي، شي واحد اللي كان غايده منك هو اللي حاط لك الكشوفات البنكيه ديالو او ديالك نتايا، او شي حاجه اخرى اللي تثبت بانك عندك الفلوس الكافيه للسفر اللي كتغطي المده ديالك لانك متواجد في الولايات المتحده الامريكيه. اما بالنسبه للمعلومات المقابل، معلومات بالنسبه للمقابله، كاينين جوج مترجمين تختار اللغه اللي بغيتي، من الاحسن كتختار اللغه العربيه، هي كاينه اللغه العربيه والانجلي، انت تختار اللغه العربيه باش تدوي بها مرشح واللغه ديالنا. ثاني حاجه خاصك تعرف علاش انت غادي عندهم الامريكان وفين غادي وعلاش، فهمتي؟ منين هو يكون يسولك انت خاصك تكون عارف هادشي، تكون علاش غادي عندو، علاش غادي حيت باغي تمشي الدور في ميريكان فيزا سياحة هادي، وخاصك تكون عارف فين اين بلاصة غادي لها. ونصيحة اخرى بالنسبة للمقابلة، ما تتوترش، فهمتي؟ ما تعصب، ما والو، بالطبيعة ديالك. وفاش تكون دير ريزرفاسيون ديال الوطن، خاصك تختار المناطق السياحية، يجب اختيار الأماكن السياحية خاصة في الحجز الفندقي، يكون في منطقة سياحية، فهمتي؟ انت غادي فيزا سياحة، ماشي دير شي مدينة مفيها سياحة لا والو مفيها ما يتشاف. هادو هما المعلومات الخاصة بملف التأشيرة ديال أمريكا السياحة. هنا الفيديو ديالنا سالا، ما تنساش تخلي لي شي أبوني وتعليق، واي تساؤل عندك دوز عندي الانستغرام. مرحبا بالجميع، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.